هرجع مع حضراتكم لمنتخب تاني. معانا الاستاذ اسامه السويسي طبعا الناقد الرياضي من قطر بيتابع البطوله. وخلينا نعرف كده الاجواء والاستعدادات النهارده المنتخب. خليني اقول لكم كان راحه، مستر كيلو شد راحه، حاسس انه اللعيبه مجهده جدا فاداهم راحه، مفيش تمرين النهارده، وبكره المنتخب الوطني ان شاء الله يرجع يستانف تدريباته. خلينا ناخد استاذ اسامه السويسي طبعا الناقد الرياضي من قطر. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء الخير استاذ احمد عليك وعلى كل مشاهدي شاشه البيت الكبير، بيتنا الكبير قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، خليني اطمن منك على منتخبنا وعلى يعني مرحله التحضير والاستعداد لمباراه في منتهى الاهميه امام المنتخب التونسي ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي. ومش بس منتخب مصر، كمان حابب اتكلم معاك اكتر عن المنتخب التونسي بس بعد ما اطمن على البعثه عندنا. ان شاء الله باذن الله. بدايه زي ما انت ذكرت النهارده مستر كارلوس كيروش اعطى الفريق راحه علشان خاطر تواصل التدريبات والمباريات، وما كانش في وقت في الفتره اللي فاتت، ودي فرصه لالتقاط الانفاس، خصوصا ان المنتخب للاسف الشديد هو اكثر منتخب تعرض لاصابات في البطوله، وفقدنا كلنا عارفين ايمن اشرف وغاب عن الفريق مجدي محمد مجدي قفشه مباراه واحمد حجازي مباراه، بالاضافه الى اخر اصابتين امبارح كانوا محمد الشناوي وحمدي فتحي. برضه عايزين نطمن الجماهير ان الاثنين اتعملت لهم اشعه والاثنين ثبت بالفعل ان هم اصاباتهم عباره عن اجهاد وليس شد. تمام. في العضله الخلفيه، وباذن الله ان شاء الله الاثنين في محاولات لتاهيلهم للمباراه اللي لسه هتكون يوم الاربعاء. باذن الله نتمنى لكل لعيبه منتخب مصر السلامه ويكونوا جاهزين لمباراه هي مباراه من العيار الثقيل، ديربي افريقي قوي جدا. ان شاء الله منتخبنا الوطني يكون عند حسن الظن، ونتمنى ان شاء الله ان تكون من البدايه التركيز اعلى من المباريات اللي فاتت، لان شفنا في المباريات اللي فاتت ان التركيز في بدايه المباريات في بعض المباريات ما بيبقاش بالشكل المطلوب. ولكن نتمنى ان شاء الله ان المباراه دي يكون التركيز فيها كامل من بدايه المباراه للنهايه، لان المنافس منافس مش سهل ومنافس خطير جدا. طيب انت كلمتني عن الشناوي وعن حمدي، الوضع ايه بالنسبه لحجازي وبالنسبه لايمن؟ وهل في امكانيه ان هم يلحقوا مباراه تونس، ولا مباراه تونس هتكون يعني مش داخله في الحسابات بالنسبه لهم، يعني بالنسبه لايمن وحجازي؟ لا، ايمن للاسف الشديد ايمن اصابته على مستوى الركبه، وهي جزع في مفصل في رباط الركبه، والجزع في مفصل في الركبه بياخد وقت طويل للعلاج يعني. اعتقد ان ايمن احتمالات غيابه كمان عن الاهلي في مباراه السوبر كبيره. أيوة. للاسف الشديد، لانه نتمنى له السلامه طبعا، شعر بالالم في المباراه. نتمنى له السلامه، وحاول لانه طبعا انت شايف اللعيبه بتلعب بمنتهى الروح بمنتهى القوه، عايزين يثبتوا جدارتهم بتمثيل منتخب مصر في المحفل العالمي الكبير، البطوله اللي بتقام لاول مره تحت مظله الفيفا، البطوله اللي بتحظى بتغطيه اعلاميه واسعه الانتشار، البطوله اللي شفنا فيها مستويات رائعه، البطوله اللي شايفين فيها جمهور، ويمكن اللعيبه دي تحديدا الجيل بتاع منتخب مصر ده محروم من المسانده الجماهيريه، لان الدوري عندنا دوري صامت، وحتى المباريات الدوليه بيبقى العدد الحضور فيها عدد. طيب طب ده الوضع بالنسبه لايمن. بالنسبه لحجازي، بالنسبه لاحمد حجازي، هل في احتمال يكون جاهز؟ احمد حجازي حسب الاخبار اللي طالعه بتقول ان هو في امل، في امل ان شاء الله ان يكون جاهز للمباراه، لان احمد حجازي برضه عنصر مهم جدا، عنصر خبره تقيل جدا في خط الدفاع، وشفنا تاثيره كان عامل ازاي في المباراه اللي فاتت قدام منتخب الاردن. نتمنى له السلامه وان شاء الله نتمنى انه يلحق بالفريق في المباراه اللي جايه. طب عايزك تكلمني على اخبار المنتخب التونسي ومدى جاهزيته للمباراه، هل بيعاني من غيابات في المباراه المنتظره قدام منتخب مصر؟ هو المنتخب التونسي يعني غياباته مؤثره جدا على صعيد خط الدفاع. ايمن فلوس اللي كان مصيب بكورونا ولعب مباراه واحده بس، او حتى علي معلول نجمنا ونجم النادي الاهلي الظهير الايسر اللي برضه ما زال مشاركته في مباراه مصر القادمه برضه محل شك كبير جدا، ويحسب للجهاز الفني لمنتخب تونس انه مش عاوز يغامر
بعلي معلول وعاوز يتاكد من سلامته بنسبه 100% علشان يلعب في المباريات ما يضحيش بيه ويتحامل على نفسه. المنتخب التونسي رغم ان هو بيفتقد لواحد من اهم العناصر بتاعته اللي هو واخد وهبي القذري المحترف في اوروبا، ولكن العناصر اللي موجوده برضه بتمتلك الخبرات الكبيره جدا والخبرات المؤثره، لا يجب الاستهانه بالمباراه ويجب التعامل معها بمنتهى القوه ومنتهى التركيز من الدقيقه الاولى زي ما قلت لحضرتك استاذ احمد. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا، ان شاء الله نتواصل معاك ونعرف الاخبار على مدار اليومين اللي جايين قبل المباراه المنتظره.